بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ ما انقطع من الحديث ونستمر في محاضرتنا عن العام التأهيلي والقانون التجاري. الليلة حنبدأ الحديث عن الإفلاس. الوحدة كان تحدثنا في الوحدة الأولى عن الائتمان، والليلة حنبدأ في الوحدة حديثنا في الوحدة الثانية عن الإفلاس. ما هو الإفلاس؟ ما هو الإفلاس؟ الإفلاس هو أسلوب نص عليه القانون للتنفيذ على أموال المدين، أموال المدين، التاجر المدين. والإفلاس هو نظام خاص بالتجار. النظام هو الإفلاس، هو نظام خاص بالتجار. وبمجرد ما التاجر يتوقف عن دفع ديونه بقصد تصفية أموال، تصفية جماعية لصالح دانية، يعني بمجرد ما التاجر يتوقف عن دفع ديونه يعني يمكن للدائنين أن يتقدموا للمحكمة، لمجموعة الدائنين أن يتقدموا للمحكمة بيطلبوا فيها تصفية أموال المدين، تصفية أموال المدين. يعني باختصار شديد جدا الإفلاس يعني ما هو الزول بيكون مفلس ما عنده قروش، ما هو التاجر بيكون الشخص اللي بيكون مفلس ما عنده قروش، لا. الإفلاس هو نظام خاص بالتجار، الناس شغالين يمتهنوا التجارة كحرفة وشغالين في التجارة، لما يتوقف عن دفع ديونه للناس الدائنين ممكن لمجموعة الدائنين أنه يتقدموا للمحكمة المختصة طالبين شهر إفلاسه عشان يحققوا المساواة بيناتهم. يعني معنا كل دائن للتاجر أنه يأخذ من الأموال اللي بتقوم المحكمة تحصيلها وتضع يدها عليها بنسبة دينه لذلك التاجر. الإسلام عرف نظام الإفلاس؟ نظام الإفلاس في الشريعة الإسلامية يطلق فقهاء الشريعة الإسلامية لفظ المفلس يطلق على من لا مال له يدفع به حاجته. فالصحابة عندما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وغذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن فنيت حسناته يعني ياخذوا من سيئاتهم ويكبوها عليه ويطرح في النار. أهداف الإفلاس، أول أهداف من أهداف الإفلاس تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات. تنشيط الائتمان اللي هو الائتمان ده بصورة عامة هو اللي تحدثنا عنه من قبل، ودعم الثقة بين المتعاملين. الهدف الثاني تحقيق المساواة بين الدائنين، لأنه مجموعة الدائنين لما يتقدموا للمحكمة شباب الإفلاس مختص به المحكمة، المحكمة هي بتعلن إن الشخص ده شخص التاجر ده تاجر أفلس. تحقيق المساواة بين الدائنين معناها كل شخص دائن لهذا المفلس الذي غضت المحكمة بإفلاسه ياخذ من المال المحصور الخطة وضعت المحكمة يدها عليه، ياخذ بقدر شنو؟ بقدر ماله الدائن. تنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين، تنظيم توزيع أموال الدائنين المدين على الدائنين. في سابقة قضائية في مجلة الأحكام القضائية 2004 صفحة 226 قالت المحكمة الذي يتعين التأكد على التأكيد عليه
أن غرض التفليس وفقا لما جاء في القانون هو أن يقتسم الدائنون ما تبقى للمدين من مال قسمة غرماء، لا يحدث فيها غش لبعض الدائنين، ولا يسمح للمدين بإخفاء ما لديه من مال وأن يتخذ سبيلا به غش وتدليس يؤدي إلى تفضيل بعض الدائنين على بعض، ولا يساعد بالضرورة على القسمة بما يحقق العدالة. الهدف الرابع تصفية أموال المدين تصفية جماعية. تصفية أي أو أموال المدين تصفية جماعية. طبعا التصفية الجماعية هي لمجموع الدائنين اللي تقدموا للمحكمة، لكن إذا كان في شخص داين للمدين وما تقدم للمحكمة، هذه التصفية أو هذا الاقتسام ما بينال منه شيء وما بيصيبه يعني. طيب، خصائص الإفلاس. الإفلاس نظام قضائي، نظام قضائي بمعنى إن المحكمة هي فقط من يعلن هذا التاجر مفلس ويضع يدها عليه وتقوم تقسمه على مجموعة دائنين قسمة غرماء. الإفلاس إجراء جماعي، إفلاس إجراء جماعي. بساطة الإجراءات، رعاية المدين، يعني حتى رعاية المدين، حتى المحكمة إذا كان الشخص المدين وأعلن إفلاسه ما بتشيل كل حاجة عنده، بتضع له تترك له بعض الأشياء اللي بيسير بها شنو؟ بيسير بها حياته، رعاية له يعني. الإفلاس نظام خاص بالتجار، زي ما ذكرنا الإفلاس هو نظام خاص بالتجار، لأنه الشخص غير التاجر، الشخص غير التاجر عنده في نظام تاني اللي هو نظام الإحسان. أنواع الإفلاس. أول نوع من أنواع الإفلاس هو الإفلاس البسيط، وفيه يكون المدين حسن النية سيء الحظ، حسن النية سيء الحظ، ونتج عجزه المالي وتوقفه عن الوفاء بالتزاماته لأسباب لا دخل له فيها، كحريق شب في متجره أو نحو ذلك. يعني الإفلاس البسيط بيكون فيه المدين حسن النية، والشيء القادو للإفلاس لانتشر المحكمة إفلاسه إنه شيء هو ما عنده فيها أي. النوع الثاني الإفلاس بالتقصير، ويرجع سببه لأخطاء ارتكبها التاجر أو تقصير صدر عنه كإسرافه في المضاربات. يعني التاجر ضارب مضاربات كثيرة أو شال ائتمان من مصارف متعددة لحد ما فاق مرحلة التشبع وعجز في أنه يفي للبنوك بالتزاماته. الإفلاس بالتدليس. هنا التدليس، بمجرد ما جاءت كلمة التدليس معناها في سونية. إذا إن التاجر سيء النية، وإنما يتعمد الإضرار بدائنيه لو أخفى الدفاتر، والدفاتر هي يعني نظام خاص بالتجار، وهو دليل يعني يمكن يكون دليل إثبات لمصلحة التاجر أو دليل إثبات ضد مصلحة شنو؟ التاجر. شروط الإفلاس. وشروط الإفلاس حددتها المادة 4 من قانون الإفلاس لسنة 1929، نفض على الشروط التي انفعلها الشخص في أنه يعتبر مرتكبا فعل الإفلاس. وبنلاحظ أن أغلب تلك الأفعال منصبة على أن المدين قد وقف عن دفع ديونه. المدين قد وقف عن دفع ديونه. مثلا الشروط اللي حددتها المادة: غادر السودان بقصد الإضرار بدائنيه، مشى خارج البلد هو قاصد يعني يضر بدائنيه أو يتهرب من شنو؟ من الدائنين. غادر محل إقامته المعتادة، يعني عنده محل إقامة معتادة، غادر المحل عشان الناس ما يعرفوا مكانه. ثلاثة، طلب المحكمة بشهر إفلاسه، يعني هو براه من تلقاء نفسه تقدم للمحكمة بطلب يطلب فيه من المحكمة إنها تشهر شنو؟ تشهر إفلاسه. الشرط الرابع، أخطر دائنيه بأنه أوقف دفع ديونه. أخطر براه من تلقاء نفسه، قام بإخطار دائنيه بأنه أوقف
دفعي شنو؟ دفعي ديون. إثبات شهر الإفلاس، إثبات شهر الإفلاس. أول حاجة بيقع بإثبات الوقوف عن الدفع على من يطلب شهر الإفلاس، يعني الأشخاص الدائنين اللي بيطلبوا شهر إفلاس التاجر بيقع عليهم شنو؟ عبء الإثبات. برضو التوقف عن الدفع من المسائل، من مسائل الواقع، فإنه يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات، وهو ذا الاتجاه السلك قانون الإثبات سنة 1994، سلك نظام الإثبات الحر، رغم أنه بنجد في بعض طرق الإثبات المغيد أن القانون نص عليها نص، لكن برضو بنجد يعني هو سلك طرق الإثبات الحر. يجب على المحكمة التحقق من شروط التوقف عن الدفع وقت الفصل في طلب شهر الإفلاس، وده شيء طبيعي إن المحكمة يعني دائما لما يقدم قدامها طلب دائما هي في محضرة بتسجل النقاط اللي بيقوم يقدموها الدائنين، والمحكمة بيتصل ليعني شيء مقنع وراجح بإنها يعني إنه هذا الشخص توقف عن دفع شنو؟ عن دفع ديون. إذا كان المدين متوقف عن الدفع وقت رفع الدعوة وزال الوقوف عن الدفع وقت الحكم فيها، وجب على المحكمة رفض طلب شهر الإفلاس. يعني إذا كان المدين متوقف ورفعوا مجموعة الدائنين رفعوا دعوة بطلب شهر الإفلاس، ومن ثم بعد ذلك تحسنت أوضاعه، فالمحكمة بترفض شنو؟ ترفض طلب شهر الإفلاس لعدم توافر الشروط القانونية لشهر شنو؟ الإفلاس. عندما تتحقق المحكمة من توافر الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس، وجب عليها الحكم بشهر الإفلاس. خلاص وصلت المحكمة إلى ما يقنعها إن هي الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس توافرت، هي طوالي بشنو؟ بتحكم بشهر الإفلاس، وما عندها هنا في ما عندها في النقطة دي ما عندها سلطة تقديرية. المحكمة ما بجوز لها إنها ترفض شهر الإفلاس لأن المدين حسن النية أو مما برأف به. يعني بمجرد ما تقدم مجموعة دائنين للمحكمة طالبين شهر إفلاس المدين وكان هو حسن النية، ما بتقول الشخص اللي هو التاجر ده كان حسن النية وبترفض الإطلاق، ترفض شهر إفلاسه، وإنما طوالي هي يعني بتشهر إفلاسه متى توافر كل الأشياء المطلوبة في ذلك. طلب شهر الإفلاس ده نصت عليه المادة 6 من قانون الإفلاس 1929، لأنه تحرر كل عريضة لإشهار الإفلاس في النموذج المقرر وتقدم إلى المحكمة المختصة بالإفلاس التي يقيم فيها المدين عادة. يعني في النموذج معد لطلبات شهر الإفلاس، يقوم من يطلب شهر الإفلاس يملأ ذلك النموذج ويتقدم للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس، ودائما بيكون هي المحكمة الاختصاص المحلي، المحكمة اللي بيقوم في دائرتها الشخص المطلوب شهر شنو إفلاسه. طيب منو اللي عنده حق يتقدم بطلب شهر الإفلاس؟ يعني القانون حدد يعني حسب نص المادة 6 تشمل العريضة على التالي. أول حاجة بيان بأن المدين عاجز عن دفع ديون، يعني الأشياء اللي بشنو تشملها العريضة، إنه يبين إنه المدين عاجز عن دفع ديون. الشيء الثاني المحل الذي يقيم فيه المدين عادة أو يعمل فيه شخصيا لغرض الكسب، أو المكان المحبوس فيه إن كان مسجونا. يعني برضو يوضح في العريضة المدين ده بيقيم وين أو شغال وين، مكان إقامته، مكان عمله،
السجن المحبوس فيه إذا كان هو مسجون. السجن المحبوس فيه إذا كان هو مسجون. الشيء الثاني برضه مطلوب يوضح في العريضة كل المطالبات مقدار المطالبات النقدية كم، المطالبات المالية وجهت في العريضة وتفاصيلها مع إيضاح اسماء دائنيه، يعني المال المطلوب كم، اسماء الدائنين ومحل إقامتهم. برضها مطلوب مقدار جميع أمواله وتفاصيلها مع تحديد قيمة ما ليس بنقود والأماكن التي توجد فيها تلك الأموال، عشان المحكمة تبقى على شنو؟ على بصيرة، تضع أموال تضع يدها على تلك الأموال، إعلان رغبته في وضع تلك الأموال تحت تصرف المحكمة. الزول الشخص اللي بيتقدم بشنو؟ بعريضة طلب شهر الإفلاس. إذا كان المدين في شراكة يذكر في العريضة اسم كل فرد من الشركاء. إذا كان المدين في شراكة يذكر في العريضة اسم كل فرد من الشركاء. يرفق مع عريضة طلب شهر الإفلاس إغرارا مشفوعا باليمين صادر عن بقية الشركاء موافقون على طلب شهر الإفلاس. يعني مع العريضة بيرفق إغرار مشروع باليمين من بقية الشركة أو من بقية الدائنين، يعني موافقين على عريضة طلب شهر الإفلاس. ثانيا، شهر الإفلاس بناء على طلب الدائنين، وذلك نصت عليه المادة 8 من قانون الإفلاس سنة 1929، والتي تقضي بأن يكون طلب الدائنين لشهر إفلاس مدينة المدين بتقديم عريضة للمحكمة المختصة، ويجب أن تشمل العريضة على البيانات التالية: مكان إقامة المدين، 2 فعل الإفلاس الذي ارتكبه المدين، 3 مقدار ما يطلبه نقدا من المدين وتفاصيله، 4 تاريخ الحكم إن وجد الصادر لصالحه ضد المدين مع ذكر اسم المحكمة. شهر الإفلاس بناء على طلب النائب العام. شهر الإفلاس يعني ممكن النائب العام يطلب شهر الإفلاس، وده قررته المادة 10 من قانون الإفلاس 29. هنا حيث أحطت النائب العام في السودان الحق في طلب شهر الإفلاس إفلاس المدين، وذلك بعريضة تقدم للمحكمة المختصة بيان أسباب طلب شهر الإفلاس المدين، أن تقتنع المحكمة بتلك الأسباب حسب ما غررت المادة 14 من القانون. يعني لازم المحكمة تقتنع بالأسباب الموجبة لشهر إفلاس المدين. طيب بعد دايرين نشوف المحكمة المختصة بشهر الإفلاس. يعني هنا تكلمنا كثير المحكمة المختصة المحكمة المختصة، إياثا المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي يعني محاكم على حسب ما ورد في المادة 5، محاكم متعددة من قانون الإفلاس يمكن يتقدم قدامها بطلب شهر الإفلاس. أول محكمة هي محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى، محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في المنطقة بيقيم فيها شنو؟ بيقيم فيها الشخص المطلوب شهر إفلاسه أو مكان عمله أو المكان المحبوس فيه. 2 محكمة العامة، طبعا هي منصوص عليها في القانون محكمة المديرية، لكن محكمة المديرية هي المحكمة العامة، المحكمة العامة. المحكمة الثالثة هي محكمة الاستئناف. يعني 3 محاكم: قاضي جزئي من الدرجة الأولى، المحكمة العامة، ومحكمة الاستئناف. طيب في اختصاص طبعا نوعي واختصاص محلي، اختصاص نوعي واختصاص محلي. المادة 87 من قانون الإفلاس فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه تتبع كل محكمة تباشر اختصاصها بمقتضى هذا القانون في إجراءاتها
القانون المتعلق بالإجراءات المعمول بها في المحاكم المدنية في الوقت الحالي. يعني الإجراءات اللي بتتبعها المحكمة هي إجراءات شنو؟ قانون المعاملات المدنية 1983، وهو طبعا القانون الإجرائي المعمول به حاليا أمام المحاكم. الاختصاص المحلي تحرر، هي نصت عليه المادة 6 من قانون الإفلاس، تحرر كل عريضة لإشهار الإفلاس في النموذج المغرر وتقدم إلى المحكمة المختصة بالإفلاس التي يقيم فيها المدين عادة أو يباشر فيها أعماله أو أشغاله عادة لغرض الكسب، أو التي يكون فيها محبوس إذا كان مقبوضا عليه أو مسجونا. يعني هي المحكمة الاختصاص المحلي، المحكمة المقيم يقيم في حدود الشخص المطلوب إشهار إفلاسه، أو المحكمة اللي فيها محل عمله، أو المحكمة اللي هو فيها السجن اللي هو محبوس فيه إذا كان شنو؟ إذا كان محبوس. في برضو بنلاحظ يعني إنه المحكمة التي يقيم في دائرتها من إيراد شهر إفلاسه ويباشر أعماله هي الأنسب، هي الأنسب لنظر الدعاوى الإفلاس، ويعتبر اختصاصها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على تعاديله للأسباب التالية: أقدر من غيرها على الوقوف على المركز المالي للمدينة المطلوب شهر إفلاسه. يعني المحكمة اللي بيقيم في دائرتها من يراد شهر إفلاسه، أنا في تقديري برأى إنها هي المحكمة من غير المحكمة بيقيم فيها. اثنين، حصر أموال المدين وجردها لا يتيسر إلا في المكان الذي يباشر فيه عمله، المكان الذي يباشر فيه عمله. طيب الإفلاس والإحصار، قلنا طبعا الإفلاس هو نظام خاص بالتجار، والإحصار هو نظام خاص بشنو؟ بالناس المدنيين ما عندهم، ما هم شغالين تجارة، لكن الزول اللي قالوا يعني حبة قريشات يقوم يمشي يشتري له قطع طريد، يشتري له أشياء زي دي، ده ما بيعتبر هو تاجر، وإنما شخص مدني قصد إنه يحفظ قريشاته عشان ما تتآكل وتضيع منه. فزي ما قلنا الغرف الإفلاس هو نظام خاص يقوم على أساس توقف المدين المفلس عن دفع ديونه، والذي حسب أغلب القوانين تاجرا، فيمكن شهر الإفلاس حتى لو كانت أمواله كافية لدفع ديونه. أما الإحسار فهو الافتقار وضيق الحال، أي ضيق ذات اليد وتعسر وجود المال والعجز عن الوفاء بالدين، العجز عن الوفاء بالدين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة البقرة الآية 280. فالعسر نقيض اليسر، قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. الإفلاس والإحصار يتفقان في أوجه ويختلفان في أخرها. أول حاجة نشوف أوجه الاتفاق في القانون. واحد، الدائنين يقتسمون المال بحسب مدونيتهم، ولا ينفرد أحدهم دون الباقين بأموال المدين، ده في الإفلاس. اثنين، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله في الإفلاس والإحصار، دي الأشياء اللي بيتفقوا فيها، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله في الإفلاس وفي الإحصار. ثلاثة، نشوء حالة قانونية جديدة في حالتي الإفلاس والإحصار، ويجب اتخاذ ما يلزم من وسائل الإعلام والعلانية حتى يأخذ الناس علما بها. ثانيا، أوجه الاختلاف، نشوف أوجه الاختلاف. طيب من حيث المحل، فإن الإفلاس يكون للتاجر والإحصار يكون لغير التاجر، وذلك في القوانين التي تأخذ بتطبيق نظام الإفلاس على التجار فقط. نعم، الإفلاس يكون للتاجر والإحصار يكون لشنو؟ لغير التاجر. من حيث إجراءات الشهر، فشهر إفلاس يتطلب المدين المفلس نفسه أو أي من دائنيه يطلبه
يقوم يطلب المدين نفسه. يعني المدين ممكن يمشي للمحكمة يطلب منها شهر إفلاسه أو يطلبوها داينوه، وبرضه ممكن للنيابة تطلب شهر إفلاس التاجر، وأيضا للمحكمة أن تقضي به من تلغاء نفسها بخلاف شهر الإحسان، ولا تطلبه النيابة العامة ولا تقضي به المحكمة من تلغاء نفسها. من حيث وقته، الإفلاس يتحقق متى ما توقف المدين عن دفع ديونه، حتى يعني حتى لو كان عنده مال يكفي لسداد تلك الديون. أما الإحصار يتحقق إذا كانت أموال المدين لا تفي بديونه الحالة. يعني الإفلاس يعني ممكن يتم رغم أن التاجر عنده ما يكفي، لكن تاجر مماطل ما دار يحل الناس ديونه. أما الإحصار إنه ديون المدين لا تفي بديونه أموال المدين لا تفي بديونه الحالية. من حيث إجراءات التنفيذ، في الإفلاس تصفى أموال المدين تصفية جماعية، والتصفية الجماعية بترتب عليها رفع يد المدين عن أمواله، فتنقل حيازة تلك أموال وحراستها إلى أمين، وعليه تصبح الإجراءات كلها جماعية. أما في الإحصار فإن التنفيذ على أموال المدين يظل خاضع للإجراءات الفردية. في الإفلاس جماعية وفي الإحصار فردية. من حيث الأثر، الإفلاس يؤثر في حقوق التاجر المالية والمهنية والسياسية. الإفلاس يعني التاجر بمجرد ما تم شهر إفلاسه يعني بيقيف ما بمارس مهنة التجارة، ولا يستطيع أنه يترشح في المجالس النيابية وغيرها، بخلاف الإحصار فلا يؤثر على تلك شنو الحقوق. آثار الإفلاس. أولا، آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين، يعني دايرين تم شهر الإفلاس، الأثر المترتب على المدين شنو؟ أول أثر تغييد حرية المفلس، تغييد حرية المفلس، سقوط بعض الحقوق مثل الانتخاب أو الترشح للمجالس النيابية، الانتخاب أو الترشح لعضوية الغرف التجارية والصناعية، شغل الوظائف العامة أو التكليف بمهام عامة. دي خلاص الحقوق دي كلها تسقط من الشخص اللي تم شهر إفلاسه، ما بيترشح لمجالس نيابية، ما بيترشح للغرف التجارية أو الصناعية، ما لا يستطيع أن يشغل الوظائف العامة أو التكليف بها. طيب، تغرير إعانة مالية للمفلس، تغرير إعانة مالية للمفلس، يعني المحكمة بتراعي الظروف يعني الإفلاس، يعني في الإفلاس بتغل يد المدين عن جميع أمواله، لكن العدالة بتقتضي والإنسانية تقتضي تمكين المفلس من مواجهة معيشته وأسرته. يعني المفلس ده مش خلاص الناس يقشطوه ما عنده أي حاجة، بيكون في قدر إنه يمكنوه إنه يمارس كيف يواجه معايشه وكيف يواجه متطلبات الأسرة. في الناحية دي المادة 22.5 قالت، نصت إذا كان المفلس مزارعا محليا تحقق المحكمة عن مقدار ما يملكه من الأرض مما يكون ضروريا لمعيشته ومعيشة من يعوله من أفراد أسرته، ويستثنى من آثار أمر إشهار الإفلاس ذلك القدر من الأرض المملوكة للمزارع مع ما يكون ضروريا لزراعتها من الأدوات الزراعية، وتبقى الأرض والأدوات المستثنى مملوكة للمالك. إحسان شنو؟ يسير منها يموره وما يبقى على غيره، ودي فيها شنو؟ فيها يعني عدالة. برضو في أموال تخرج عن غل اليد المدين
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها حسب قانون الإجراءات المدنية والتي تدخل في الضمان العام للدائنين مثل الفراش والثياب الخاصة والمأكولات وكذلك الأموال المودعة لديه، يعني إذا كان في ناس خاتين عنده أموال أو التي يديرها لحساب الغير كأموال زوجته وأموال أولاده الغصة. يعني إذا كان في أشخاص خاتين عنده مأمنين قروش أو بيدير له أعمال لحساب الغير أموال خاصة بزوجته أو أموال خاصة بالغصة، طبعا ده نظم قانون الإجراءات المدنية سنة 1983. طيب آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين، طبعا أول حاجة بيهدف لها شهر الإفلاس إلى دائرة قيمة المساواة بين جميع الدائنين ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر أفضلية الدائن على آخر. الدائنون هم الذين نشت ديونهم قبل صدور حكم شهر الإفلاس. الدائنين المعنيين هنا هم أن نشأت ديونهم قبل صدور شهر شنو؟ شهر الإفلاس. الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة وأصحاب حقوق الاختصاص فلا يندرجون في جماعة الدائنين إلا على سبيل العلم، أي الاحتفاظ بحقوقهم في حالة عدم كفاية الأموال المحملة بتأميناتهم للوفاء بجميع ديونهم. لا يدخل في جماعة الدائنين الذين تنشأ ديونهم في ذمة المفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس، أي دائنين جدد نشأت تلك الديون بعد إصدار شهر الإفلاس وصدور الحكم من المحكمة بشهر الإفلاس ما بتدخل. وبصدور حكم الإفلاس تحدد خصومة التفليسة وترفع يد المدين المفلس من إدارة أمواله والتصرف، يعني بمجرد ما صدر حكم الإفلاس ضد الشخص المدين طوالي ترفع يده من جميع أمواله وتكون إدارة هذه الأموال والتصرف فيها تحت يد المحكمة المختصة. ونكتفي بهذا الغدر ونواصل في محاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.